في البداية طبعا خلونا نبدأ كده يعني مع منتخبنا لكرة الطائرة اللي بيشارك في كأس العالم باليابان واللي خد مباراة مهمة جدا النهاردة أمام البرازيل، وكان أداء منتخبنا مشرف جدا. فبعد ما فاز في أول مباراتين ليه على استراليا 3-1 وعلى إيران بنفس النتيجة، خاض منتخبنا المباراة الثالثة ليه ولكن خسر أمام المنتخب البرازيل. ورغم تراجع أداء المنتخب في مباراة اليوم، لكن خلونا برضو نتكلم أنه ظهر بشكل مشرف وكان منافس قوي لمنتخب البرازيل. وأكيد منتخب البرازيل مش من المنتخبات اللي تستهون بيها، أو اللي أنت تسمع أن أنت خسرت مثلا من منتخب البرازيل. أكيد الكل طبعا متوقع يعني قوة واستعدادات المنتخبات زي البرازيل زي إيران زي استراليا. لا، أعتقد أن كل المنتخبات مستعدة بشكل كبير جدا. انتهت المباراة بنتيجة 3-1 لصالح منتخب البرازيل. منتخبنا طبعا تحت القيادة الفنية لمديره الفني الهولندي بيسعى إلى تحقيق الفوز في المواجهات المقبلة بالمنافسة، في ظل الدفع المعنوية القوية اللي حصل عليها اللاعبين بالفوز زي ما بقول لحضراتكم في أول وتاني الجولات. بيستكمل إن شاء الله منتخب الفراعنة جهتي كندا غدا وروسيا بعد الغد على التوالي في مدينة ناجانو، وده طبعا قبل ما يعود او قبل عفوا ما تعود البعثه الى هيروشيما مره اخرى، والتي طبعا شهدت معسكر اعداد الفراعنه للمونديال من اجل استكمال مشوار البطوله امام كل من ايطاليا وبولندا اليابان وتونس ارجنتين واخيرا امريكا. يعني طبعا بنتمنى اكيد التوفيق دايما لمنتخبنا، منتخبنا اللي مشرفنا اكيد في اليابان. خلونا ناخد يعني ونتكلم وندي مساحه طبعا لرجالتنا في اليابان. منتخب الطايره بيأدي بشكل كويس، يعني فوزين مهمين سواء على استراليا، ثم لما كنت بتكلم امبارح مع رئيس البعثه عن مدى قوه منتخب ايران وقد ايه النتائج هناك، فرحانين ومبسوطين بالنتائج اللي بيحققوها في اول مباراتين ليهم امام استراليا وايران. ولكن في الاخر او في النهايه لما تيجي تخسر مباراه مش دي النهايه، هي دايما في اي لعبه او في اي بطوله لازم تكون عندك مكاسب وعندك خسائر في نفس الوقت. فان شاء الله منتخبنا قادر على استكمال مشواره مرة تانية، منتخبنا قادر أنه يحقق نتائج إيجابية بعد الخسارة أمام البرازيل. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من رئيس بعثة منتخب مصر لكرة الطائرة الكابتن أحمد عبد الدايم. كابتن أحمد مشرفني ومنورني، برحب بيك. مساء الخير أزي يحيى، أزيك وزي جميع الشعب المصري ومشاهدينك الكرام تحت أمرك. يعني خسارة النهاردة ولكن الحلم لسه مستمر، وأكيد كل المصريين مستنيين الكثير والكثير من منتخب مصر لكرة الطائرة إن شاء الله يا كابتن أحمد. يعني بداية طبعا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، لكن المباراة يعني مش هقول لك فيها ندية طبعا، وفي لابد ان احنا نقدر الخصم اللي قدامنا. منتخب البرازيل منتخب قوي، منتخب مصنف في المستوى الاول، منتخب بيلعب على يعني كل نهايات البطولات سواء بطولات العالم او الدولة العالمي. فيعني ان انت تطلع النهارده معاه بالنتيجة واصرار رجال مصر ولاعيبه مصر على اداء مشرف ورائع. صحيح. النهارده في المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراه، يمكن المدرب البرازيلي طبعا يعني اثنى على المنتخب المصري واثنى على اللعيبه، واتكلم قال ان انا يعني كنت في وقت حرج جدا في بعض الشوط الثالث والرابع، لان ما كنتش اتوقع ان منتخب مصر بالمستوى ده ولا بالاداء المتميز من بعض اللعيبه سواء الخبره او الشباب. صحيح. يعني كابتن احمد خليني برضه اتكلم معاك بعد الخساره امام البرازيل، ولكن كان في يعني ماشي، فقدنا الاتصال بكابتن احمد عبد الدايم رئيس بعثه منتخب مصر كره الطايره، ولكن اكيد هنعاود الاتصال بيه مره ثانيه. وزي ما كنت بتكلم لحضراتكم وزي ما كان بيتكلم كابتن احمد عبد الدايم، دايما ممكن نتيجه سلبيه بتحصل او نتيجه سلبيه في وسط مشوارك في بطوله كبيره بتديك دفعه اكتر، ما بتكونش بمثابه ان هي لا، يعني بتديك دفعه لقدام. منتخبنا عنده طموح كبير، معاهم مدير فني هولندي محترم مادين بشكل كويس من اول المباريات بدايه باستراليا وايران، ولكن الخساره دايما بتديك دفعه ايجابيه. خلينا ناخد مره تانية كابتن احمد عبد الدايم. كابتن احمد اتفضل استكمل كلامك. يعني الحمد لله ان المباراه النهارده يعني انتهت بهذا الوضع. احنا طبعا راضيين على اداء لعبتنا، وكنا عندنا امل ان احنا على الاقل ناخد نقطه او نكسب المباراه من البرازيل، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن احنا بنستعد خلاص لمباراه غدا، مباراه الساعه 11 الصبح، لان وقت قليل. يمكن اللعيبه بعد ما رجعنا من الملعب كان في محاضره عشان مدرب يتكلم على فرقه كندا. والحمد لله انتهينا، ويعني الروح المعنويه للاعبين الحمد لله
وان شاء الله ربنا يكرمنا بكره ان شاء الله. طبعا ماتش بكره ماتش مهم جدا لينا، صحيح ان احنا كده نتعدى ثلاث اربع فرق، فان شاء الله ربنا يوفق اللعيبه. كابتن احمد، يعني شايفين من المدير الفني الهولندي مزيج ما بين الشباب اللي موجوده في منتخبنا وما بين كمان عناصر الخبره اللي موجوده في منتخبنا، ودايما زي ما كنت بتكلم مش خساره، يعني دايما في خساره في وسط مشوار طويل جدا بتديك دفعه لقدام وبتديك ايجابيه انك تكمل مشوارك بطموح اكبر بكتير. لا انا بس عاوز اقول حاجه صغيره، يعني اتفضل. الخساره لا، اي منتخب شارك، منتخب مصر كره طايره شارك قبل كده في كاس عالم، اول منتخب ده يحقق النتيجه دي. واحنا عندنا يعني تارجت موجود ان شاء الله، عندنا ثلاث مباريات ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسبهم، فده هو الترتيب من السابع للعاشر. اعتقد لو وصلنا للمستوى ده يبقى ده شيء كويس للجيل ده. طبعا احنا في مرحله تجديد. طيب مرة تانية بنفقد الاتصال بكابتن احمد عبد الدايم، ويعني دايما بنتكلم ودايما بندعم، واكيد هنفضل ندعم منتخبنا منتخب مصر لكرة الطائرة ان شاء الله يستكمل مشواره مرة تانية زي ما كنت بتكلم. غدا مباراة مهمة جدا ولازم خلاص تقفل صفحة، طالما داخل على صفحة جديدة خالص، وخلاص شفنا دلوقتي دايما بنشوف الالعاب الاخرى بقت محط انظار الجميع، بقى الكل بيتفرج والكل بيتابع والكل بيشوف، وعارفين ان عندنا ابطال في كل الالعاب. خلاص انت دلوقتي لو هتيجي تتكلم عن اي لعبه موجوده او اي حاجه، خلاص كان الاول كنت دايما بتتحط هي كره القدم هي اللي واخده الشعبيه الاكبر، يعني لسه لحد دلوقتي كره القدم واخده الشعبيه الاكبر، ولكن بقى في مساحه كده زي ما بيقولوا للالعاب الاخرى اللي كان دايما بينطلق عليها، او دايما بنتكلم ونقول الالعاب الشهيده اللي ملهاش شعبيه، ملهاش جماهيريه، ملهاش نصيب من الاعلام الكافي اللي يقدر فعلا. طالما انت بتشتغل وبتجتهد وعندك طموح، يجب على الجميع ان هو يساندك، ويجب على الجميع ان هو يتكلم عنك، عشان اكيد انت ما بتتعبش وبتبذل كل المجهود ده، وبتروح بطولات وبتشارك في بطولات كبيره زي بطولات كاس عالم وبطولات افريقيه زي ما شفنا في دوره الالعاب الافريقيه اللي كانت مقامه في المغرب، وكم الابطال اللي كانوا موجودين عندنا من مصر. لا، هي في الاخر او في النهايه حاجه فعلا تشرف، ولازم نتكلم ولازم نديهم حقهم ولازم نقول. واعتقد بشكل كبير جدا ان الموضوع واصل لهم، لا الموضوع واصل ان خلاص بقى فيه اهتمام اعلامي، وبقى فيه اهتمام بشكل كبير جدا بالالعاب الاخرى. يعني خلاص اي منتخب سواء طايره سواء يد سواء في اي لعبه اخرى بيسافر وبيروح بنشوف بيحقق نتائج ايجابيه. الدوله المصريه تكريمات طبعا من سياده الرئيس، يعني خلاص الكل دلوقتي بقى حط انظاره على الناس اللي بتجتهد وبتشتغل وبتلعب وبتحقق بطولات. ان شاء الله نتمنى التوفيق اكيد لمنتخبنا منتخب مصر في الطايره ان شاء الله، ويرفع كده علم مصر باذن الله في اليابان، ويكون يعني نتائج ايجابيه. مش مهم انك تخسر مباراه، عندك مباريات لسه جايه كتير وعندك نتائج ايجابيه تقدر تحققها ان شاء الله. فباذن الله لاعبتنا رجاله وقادرين ان هم يحققوا نتائج ايجابيه في الفتره اللي جايه، وكل الدعم اكيد ليكم، وكل يوم هنتكلم عنهم، وكل يوم هنستضيف، وكل يوم هنطمن على بعثتنا اللي موجوده في اليابان، عشان دايما اللعيبه تحس ان فعلا في اهتمام منهم.